أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 8 يناير عام 2007، أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مرسوما بتعيين نجله سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وليا للعهد في الفجيرة. ويعد سمو ولي عهد الفجيرة من أبرز رموز التنمية والبناء في إمارة الفجيرة، وقد حقق إنجازات متعددة في مختلف المجالات الحيوية والاستراتيجية التي تخدم الوطن والمواطن وترسخ مكانة دولة الإمارات على خارطة التطور والنماء. ففي المجال التعليمي يترأس سموه مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، ويشهد سموه تخريج مئات الطلبة من مؤسسات التعليم العالي في إمارة الفجيرة، ويدعم مسيرتهم نحو مواصلة رحلة البحث والعلم والمعرفة. وفي المجال الثقافي يترأس سموه مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، ويدعم مشاريعها الفنية داخل الدولة وخارجها، كما يدعم سموه مشاريع الحفاظ على التراث في إمارة الفجيرة. وفي المجال الإنساني يترأس سموه مجلس إدارة مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية التي تقدم المساعدات الإنسانية وتعزز قيم التلاحم والتكافل الاجتماعي. وقد عمل سمو ولي عهد الفجيرة على دعم الشباب واستقبالهم وتشجيع مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات، حيث يستضيف سموه الشباب في مجلس محمد بن حمد الشرقي للشباب لمناقشة وطرح أبرز قضايا الشباب. وفي المجال البيئي يترأس سموه مجلس إدارة هيئة البيئة بالفجيرة، ويشرف سموه على مشاريع بيئية هامة في مجال الحياة الفطرية والبيئات والمحميات الطبيعية في إمارة الفجيرة. ويلقى المجال الرياضي دعما كبيرا من سموه، حيث باتت إمارة الفجيرة تتبوأ سمعة رياضية عالمية في تنظيم واستضافة المنافسات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية. وقد اختير سموه كشخصية العام الرياضية لعام 2017 احتفاء بدوره وإسهاماته الجلية في القطاع الرياضي. ويواصل سمو ولي عهد الفجيرة مسيرة العمل والبناء والدعم المتواصل لمحاور التنمية المستدامة التي ترتقي بمكانة دولة الإمارات وتحفظ مقدراتها الثمينة ومنجزاتها الوطنية المشرفة. إن دولة الإمارات نموذجا حي ودائم لمسيرة التحول، وقصة فريدة لبناء اتحاد راسخ بفضل عزيمة الحكام المؤسسون وطموح خلفائهم المستمر في رحلة تطوير الوطن. صفحات من الماضي.